حابين نعمل يعني ايفنت بتاعت هاري بوتر، بما ان يعني الشعبيه بتاعت هاري بوتر في مصر هنا يعني كانت ضعيفه شويه، يعني الناس من هنا في مصر مش بيهتم بيها قوي، فحابين نعمل الفعاليه لهاري بوتر يعني نعرف الناس دي، واللي عارفه يعني حاجه البوسترات والحاجات دي، الناس يعني اللي عارفه بتحب تشتري الحاجات دي او كده. في دي طبقه هوجرتس اللي هي طبقه القانون بتاعت هوجرتس، تلاقي دي زي الشكل ده، دي كروت دي كروت هداء او كده، ودي بوسترات على الشخصيات بتاعت في جروب بتاع مدار هاري بوتر موجود معانا النهارده، وفي جروب بتاع مدار كان اسمه رمار بس انتهى شويه اتقفل، بس هو ده الجروب بتاعنا برضه موجود النهارده، ومع تفاعل بقى الناس في المعرض. انت معدي؟